التوبكس ان هم ستيت باي اتش ان تي هاي اللو باور ذا فحصتوا عدسه رقم 4 حتشوفون هاي الليفيتد اريا والفولت سميناها الفولت هنا جايروس والدبرشن سميناها سلتس هاي اللو باور تلاحظون على الابر سيرفيس يو كان سي ذا مينينجيز إن الديورة ما نقدر نشوفها لتكون المحاضرات تروح ويا الفريوستيا ما بيستل عندنا هاي تلاحظوا هاي أوتر موست وان هنا باقي عندنا الأراكنويد وهذا السبيس إذا تذكرون حكينا قلنا السبراكنويد سبيس وهاي البسلز اللي هي سيربرال بلاد بسلز أوكي فصار عندكم الجايروس هاي فول وهذا السيلتس وهاي الأراكنويد سبراكنويد سبيس هاي السيربرال بلاد بسلز نيجي شوية نكبر وهاي density packed cells
الجرانيولر بتلاحظون هاي نرجع منطقة فاتحة هاي الوايت ماتر. إذا شوي نكبره على 10 لاحظوا هذا السلكس هاي البايا ماتر هم ادهير تو ذا سلكس، قلنا هي الوحيده من المننجيز بتدخل بالجروب السلكس والدبرشن، هاي كلها موليكولار لاير. اوكي تشوفون ليتل نمبر اوف نوكليا معظمها سينابس كوميونيكيشن، اكو هاي لارج نيورونز هاي بيركنجي سيل لاير تصير بشكل سنجل رو اوف سيلز، وهاي الجرانولر هاي الانر موست لاير وهاي تلاحظوها الوايت ماتر. اوكي نفس السلايد عندنا بالسيلفر ستين شوية اوضح اللايرز ذاك كان اتش ان اي بالسيلفر ستين شوية اوضح لانه مميز الاربرازيشن نلاحظ هنا هذا نفس الشيء هاي بايا ماتر على الاوتر سيرفيس هاي البايا ماتر تلاحظون الموليكولر لاير نشوف البيركنجي سيلز لارج بيراميدال نيورون تشوفون هاي الدندرايت مالتها طالعه بالسيلفر ستين لان السيلفر ستين تصبغ الاكستنشن مال النيورونز وهاي الدنسلي بارت الجرانولر لاير والوايت ماتر تطلع بهالشكل هاي يعني فايبرز اريا ان ذا سنتر هذا السيرابيلم صار عندكم سلايدين اتش ان اي هذا السيلفر ستين يطلع لون على جوي عندنا تو تايبس اوف جانجليا فيها نيورونز فيها بريكاريوم اخذنا نوعين من الجانجليا قلنا اكو السباينال جانجليا اللي هي موجوده بالدورسال روت اوف ذا سباينال نيرف اللي هي عباره عن سنسري جانجليا فيها اول شيء قلنا كونكتيف تيشو كابسول هذه على الاوتر سيرفيس نقطه مهمه ذكرنا اكو تندنسي اوف جروبينج يعني النيورونز صايره بصفحه والنيرف فايبر صايره بصفحه إذا نرجع على النيورون شوي نشوف تفاصيلها بالدورسال روت جانجليا اللي هي سودو يونيبولر لاحظوا اكو بيها نسل جرانيوس ونشوف سراوندد باي ساتلايت سيلز اللي قلنا هي مرات بشكل يعني الهايت مالتها هاي ان هايت وبشكل كونتينوس لاير تلاحظون النيورون هي سودو يونيبولر تلاحظون هاي نسل جرانيوس سنترالي لوكيتد نوكليوس وذا برومننت نوكليولوس الساتلايت سيلز الهايت مالتها تلاحظون اذا بعدين حتتقارنون بالستايد اللي بعده بشكل موجوده بشكل كونتينوس لاير هنا مثلا يجيكم بلا بوينتر مفروض تعرفون هذا سباينال جانجليا تعرفوها من اكو تندنسي اوف جروبينج تشوفون هذه نيرف فايبر والجروب اوف النيورون صاير واحد يعني مو انترمينجل ستين ايش هذه ستين اذا قارنتها بالسمباثيتك جانجليا اللي هي الاوتونوميك جانجليا هاي
الاثنو الجانجلية او السمباثات الجانجلية نشوف اولا طبعا ما فيها كونكتيف تيشو كبسول اذا تجون على الطرف هذا الكونكتيف تيشو بارت من الوول اوف ذا اورجن ان ويتش ذا جانجليا امبيدد. اذا نجي على الانتيريور اكو انتر مينجلنج ماكو تندنسي مال جروب مثل قبل تلاش تذكرون هنا النيورونز والفايبرز مختلطه. تلاحظون النيورون هي عباره عن مالتي بولر نيورونز والستلايت سيلز ليس اورجنايزد يعني ديسكونتينوس لاير واكو بيها سبيسيفيك جرانيولز تلاحظوها مو بس النصر هنا تطلع لونها على جوزي يسموها لايبوفوكسين جرانيولز هاي سبيسيفيك يعني اذا يجيكم بلا بوينتر هم المفروض تعرف هاي تايب اوف جانجليا تعتمدون على هاي الهيستولوجيكال فيتشرز اللي ذكرناها. هاي بالنسبه للجانجليا خلصنا بقى عندنا مقطع ان ذا سباينال كورد الثوراسيك ريجن احصلكم اياها على عدسه رقم 4 حتى اراويكم general architecture of the cross section in the spinal cord. هاي الحدود مالته انتبهوا هذا المننجيز اذا تذكرون هم قلنا اكو ديوره واراكنويد وفايا مالته الديوره هم من باوعها وهاي الاراكنويد يكون شوي منطقه اوضح هاي لاحظوها هاي الاراكنويد هاي سب اراكنويد سبيس وهاي بيها هم هنا سباينال بلاد فيسلز هاي الفنترال ريجن يعني الفنترال فيشر اوكي شلون تعرفوا هذا الفنترال يعني يجيك بالامتحان هالشكل الريجن هيجي طالع شلون تعرفون هذا طبعا الوايت ماتر انتبهوا عليه هذا هنا الجراي ماتر اذا تذكرون قلنا عكس الصوره السيربرال سيربيلون كان الجراي اللي برا والوايت اللي جوا سبانال كورد الجراي اللي جوا والوايت اللي برا فهذا جراي ماتر موجود بشكل قمشي هذا الفنترال روت الفنترال روت تاخذون قاعده مين وصل للسيرفس حتى تعرفوه هذا الفنترال روت وهذا الجراي كوميشور وهاي السنترال كانال اوف ذا سبانال كورد lined by specific types of cells اللي هي الابندينال cells. إذا هيك نوسطة حتى تشوفون ال H shape هذا ال H shape هذا ال gray commissure فهذا ال ventral root وهذا ال gray commissure وهذا ال central canal of the spinal cord. إذا نيجي نتبع ال dorsal root لاحظ dorsal root يوصل لل free surface حتى تعرفون انتو هذا ventral or dorsal يعني استعدادنا ترى عكس ال label حتى تختلط عليكم الصورة تلاحظون هاي الجراي ماتر كلها توصل للأبر سيرفس شوفوها اللي هي طلعت دورسال روت اوف ذا سباينال نيرف هاي كلها جراي ماتر مال الدورسال هورن بينما الفنترال هورن اذا نرجع فنترالي الفنترال هورن يوم بس هنا ما يوصل للفري سيرفس فحتى تعرفون ترى السلايد عكس الليبل لا تختلط عليكم الصورة فهذا الفنترال هورن وهذا الدورسال هورن هذا الجراي كوميشور تطلع عندكم الابندينال سيلز شوي نكبرها هي تجي مهمة لاحظوها هاي عندنا السنترال كانال اوف ذا سنترال كانال اوف ذا سباينال كورد هذه الابندينال سيلز اذا تتذكرون محاضراتكم هي سمبل كولومنر ابيثيليوم سيليتد لاينينج ذا سنترال كانال اوف ذا سباينال كورد هاي موجوده ضمن الستركتشر اوف ذا جريت كوميشور اكو مكانات من ضمنها الثوراسيك ريجن نلقى بيها لاترال هورن باعوا هذا بروجكشن لاترالي فصار عندنا هذا اذا ارجع على باور حتى تميزوا اكثر هذا الفنترال هورن هذا الدورسال هورن كنا يوصل للأبر بارت
وهذا الليترال بروجكشن صار لترالي هذا باعوا هنا المنطقة هذا اللترال هذا طبعا مو كل السبانال كورد بي لترال هون مكانات بتطلع بيها الفلكسسز مكانات الروت مال البريكيال ساكرو لامبار هذا طبعا مصبوغ اتش ان دي تعبكم سلا امبريولوجي ويست لمياه